أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Well,
ومساكن طيبه. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم. وأخرى الله أكبر.
قال بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه الله أكبر يسأل أي فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان على نفسه بصيرة ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره الله الله أكبر الله يا شيخ الله يفتح عليك ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان
ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة قال والقيم عذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه لا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق. الله أكبر. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ فلا صدق ولا
صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فلا أصدق ولا أصلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أولى لك فأولى الله 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 أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
أولادك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر على أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع
إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى هو أعلم بكم إذ أنشأكم الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا هو أعلم بمن اتقي فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وأكدي أعند
بما في صحف موسى وإبراهيم وإبراهام وبرهيم وإبراهيم الذي وفي اللي تزر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفي. ثم يجزاه الجزاء جزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت
وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما الشمس كورت كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت تعلمت نفس ما أحضرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت
صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واعف عنا واغفر لنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، يسر مطالبنا واقضي حاجاتنا، وانصرنا على من عادانا وعاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهدهم يا رب العالمين، واجعلهم سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير يا رب العالمين. اللهم جنبهم قرناء السوء الذين يريدون أن يصطادوا بالماء العاكر يا رب العالمين. اللهم اجعلهم قرة أعين لهذه الأمة يا رب العالمين. اللهم اجعلهم قرة عين لوالديهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم قدوة لهذه الأمة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل شباب المسلمين من أهل القرآن، اللهم اجعلهم من أهل القرآن، اللهم اجعلهم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعطي كل سائل منا ما سأل، وكل أمل منا ما أمل من خير الدنيا والآخرة، واختمنا بالحسنى وهو راض عنا. وإلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الكرام، الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. يا أرحم الراحمين يا أرحم